تقرأ حسب يحسب وتقرأ حاسب يحسب وتقرأ حسب يحسب. إذا كانت يحسب بمعنى العد الحساب، وإذا كانت يحسب ويحسب يظن بمعنى الظن. ولا تحسبن وقرأت ولا تحسبن بل هم أحياء، فأحياء خبر لمبتدا محذوف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء عند ربهم يرزقون. نكملة الآية أحياء عند ربهم يرزقون. كيف ممكن أن أخوك تحقد علي وأنا أحداك، أو نحقد عليك وأنت أحذايا؟ يا سبحان الله، ما يليق. سامحوني، هذا مجرد تنبيه لنا جميعا، تنبيه أخوي، ولم أقصد به أحدا ولا أعرف أحدا حتى أقصده، وإنما تنبيه فقط لأنني أعرف أن هذا وقع هنا وغير هنا في مكان. شأن البشر هكا، نرجو الله أن يغفر لنا، ما نسدوش الباب، نرجو الله أن يغفر لنا جميعاً.